المغرب سائر، عمر المختار للغزاة قاهر، وابن باديسة وأبطال الجزائر في السماء كانوا للعز شموسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال، لا نحن الرؤوسا، نحن الرؤوسا، إننا الأبطال، لا نحن الرؤوسا، إننا للمجد أرخصنا النفوسا. يشهد التاريخ أن المعز بن باديس أصبح علماً من أعلام المسلمين ورمزاً من رموزهم، ودخل تاريخهم من أوسع أبوابه مسجلاً أعمالاً عظيمة، ولعل أشرفها وقوفه في وجه المد الشيعي الرافضي وتبنيه لمذهب أهل السنة والجماعة ومناصرته الخلافة العباسية على حساب الخلافة الفاطمية. هو شرف الدولة أبو تميم المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف الحميري الصنهاجي صاحب إفريقيا وما والاها من بلاد المغرب. كانت ولادته في المنصورة في عام 398، وجده هو أبو الفتوح يوسف بولكين الزيري الصنهاجي، مؤسس الدولة الصنهاجية وأول حاكم لبلاد المغرب وإفريقيا من أصل بربري بعد الفتح الإسلامي، وذلك كان من قبل الدولة الفاطمية. كان الأمير أبو الفتوح يوسف بولكين متفانيا في خدمة الفاطميين وتوسيع أملاكهم، وأظهر نشاطا واسعا وعملا دؤوبا، وكان محافظا على تبعيته للفاطميين وولائه لمذهب الإسماعيلية الباطنية. وظل الحال على ذلك في عهد خلفائه، وهم أبو الفتح منصور بن بولكين وأبو مناد باديس بن منصور. كان التخلص النهائي من أتباع الفاطميين وانتصار أهل السنة على الشيعة في الشمال الإفريقي كان على عهد الأمير السني والسيف القاطع والطود المنيف، الأمير المعز بن باديس رحمه الله. نودي بالمعز بن باديس أميرا وبويع في عام 406 بعد وفاة أبيه بثلاثة أيام، وكان الحاكم بأمر الله الفاطمي قد لقبه شرف الدولة وسير له تشريفا وسجلا يتضمن اللقب المذكور. وكان المعز بن باديس ملكا جليلا عالي الهمة، محبا لأهل العلم كثير العطاء، وصفه ابن الأثير بقوله: كان رقيق القلب خاشعا متجنبا لسفك الدماء إلا في حد. لو لم أكن حاكما أقسمت أن لا أحكم إلا بالعدل، أقسم إنني كنت فعلت هذا منذ وقت طويل. حليما يتجاوز عن الذنوب العظام، حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه، مكرما لأهل العلم كثير العطاء لهم. وكان مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه بإفريقية أظهر المذاهب، فحمل المعز جميع أهل المغرب على التمسك بمذهب الإمام مالك وحسم مادة الخلاف في المذاهب. كانت إفريقيا كلها والقيروان على مذهب الشيعة وعلى خلاف أهل السنة والجماعة من وقت تملك عبيد الله المهدي لها، وعندما تملك المعز بن باديس بعد ذلك بسنوات قطع خطبة المستنصر بالله الفاطمي وخلع طاعته في عام 440، خلع طاعة الفاطميين وخطب للإمام القائم بأمر الله العباسي في بغداد، فكتب إليه المستنصر الفاطمي يتهدده ويقول له: هل اقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء؟ بيّنت لنا كتب التاريخ أن المعز بن باديس تدرج في عدائه للإسماعيلية ولحكام مصر، وظهر ذلك في عام 435 عندما وسع قاعدة أهل السنة في جيشه وديوانه ودولته، فبدأ في حملات التطهير للمعتقدات الكفرية ولمن يتلذذ بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوعز للعامة ولجنوده بقتل من يظهر الشتم والسب لأبي بكر وعمر، فسارعت العامة في كل الشمال الإفريقي للتخلص من بقايا الفاطميين ليصفي الشمال الإفريقي من المعتقدات الفاسدة الدخيلة عليه. روي أن المعز بن باديس خرج في بعض الأعياد إلى المصلى في زينته وحشوده، وكان حينها غلاما، فكبى به فرسه فاستغاث وقال عند ذلك: أبو بكر وعمر. فسمعته الشيعة التي كانت في عسكره
فبادروا إليه ليقتلوه، فجاء عبيده ورجاله ومن كان يكتم السنة من أهل القيروان ووضع السيف في الشيعة، فقتل منهم ما يزيد على 3000، فسمي ذلك الموضع بركة الدم إلى الآن. وأشاد العلماء والفقهاء بهذا العمل الذي أشرف على تنفيذه المعز بن باديس، فقال بعضهم: وسوف يقتلون بكل أرض كما قتلوا بأرض القيروان. واستمر المعز بن باديس في التقرب إلى العامة وعلمائهم وفقهائهم من أهل السنة، وواصل السير في تخطيطه للانفصال الكلي عن الفاطميين في مصر، فجعل المذهب المالكي هو المذهب الرسمي لدولته، وأعلن انضمامه للخلافة العباسية، وغير الأعلام إلى العباسيين وشعاراتهم، وأحرق أعلام الفاطميين وشعاراتهم، وأمر بسبك الدراهم مكتوب عليها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقضى المعز بن باديس على كل المذاهب المخالفة كالصفرية والنكارية والمعتزلة والإباضية، وبعد ذلك انضمت برقة كلها إلى المعز بن باديس بعد أن أعلن أميرها جبارة بن مختار الطاعة له. وكان هذا هو أول من قاد حملة التطهير على الإسماعيلية في طرابلس، وحارب تقاليدهم الباطلة ودعوتهم المضلة، واشتاط الحقد الباطني وتفجرت براكين الغضب في نفوسهم، وقرروا الانتقام من قائد أهل السنة في الشمال الإفريقي، والانتقام من أهله الذين فرحوا بعودة بلادهم لحظيرة أهل السنة. فانعقد في القاهرة مجلس شيعي باطني إسماعيلي بقيادة الخليفة الفاطمي، وخرجوا برأي مفاده رمي السنية الصنهاجية الزيرية البربرية بقبائل بني سليم وقبائل بني هلال العربية. فإن انتصرت الدولة الصنهاجية تكون الدولة الفاطمية قد تخلصت من هذه القبائل المتعبة، وإن انتصر بنو سليم وبنو هلال يكون بذلك انتقموا من عدوهم اللدود المعز بن باديس. واتصل الفاطميون بالمعارضين للمعز وأمدوهم بما يملكون من مال وسلاح وعتاد، واجتمع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله مع زعماء القبائل العربية ومناهم بالمساعدة المالية والمعنوية، وقال لهم: لقد أعطيناكم إفريقية وملك ابن باديس فلا تفتقرن بعدها. وبدأت حلقة الصراع العنيف بين المعز بن باديس والقبائل العربية المدعومة من الشيعة العبيديين، وواصلت القبائل العربية زحفها إلى طرابلس وضواحي تونس، وكانت إعداد هذه القبائل المهاجرة على الشمال الإفريقي 400,000، ولحقتها أفواج تترى، واستمرت الحروب الدموية بين المعز بن باديس والعرب المواليين للفاطميين. استمرت هذه الحرب من عام 442 إلى 449، وكانت سجالا بينهما، وأغلبها كانت لصالح العرب، مما اضطر المعز أن ينقل عاصمته من القيروان إلى المهدية لعجزه عن حماية عاصمته وأهلها من العرب. وبعد أن رتب أمور العاصمة الزيرية الجديدة ونقل لها كل وظائف الدولة، انتقل المعز إلى المهدية، واستولى العرب على القيروان وهدموا حصونها وقصورها وقطعوا الثمار وخربوا الأنهار. وكانت الوقائع والمعارك والحروب التي خاضها المعز مع العرب درسا قاسيا له، أقنعته بألا طاقة له بالعرب، وأيقن أن الفاطميين مكروا به مكرا عظيما، وكان من أسباب الهزائم المتلاحقة التي لحقت بالمعز بن باديس هي قوة العرب وشجاعتهم وخذلان جنوده من البرابرة الذين لا زالوا يعظمون الخلافة الفاطمية، حيث خذلوه في أكثر من موقعة، وبقي المعز مجاهدا إلى أن لقي الله في عام 453، وكانت مدة ملكه 47 سنة. ويشهد التاريخ الإسلامي البربري أن للمعز بن باديس الفضل بعد الله في القضاء على العقائد المخالفة في المغرب والشمال الإفريقي، وكان درعا حصينا لمنهج أهل السنة، كلفه ذلك ثمنا باهظا من قبل أعدائه.